كده في الراديو اللي انا كنت فيه زمان، بس دي فرقت معايا قوي، انه تيجي راديو ناجح وتاخد جايزه تاني واول حد ياخدها في مصر مرتين، عشت اللحظه قوي. كويس جدا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كان ليكي تجربه السي بي سي، كلمني شويه عن الفرق بقى السي بي سي بين مذاعه راديو ومذاعه التي في، يعني ايه الفرق؟ لا، الراديو عالم والتي في عالم تاني. الراديو عمري ما سيبه مهما حصل، يعني حتى لو طلعت تي في بحب التي في وبحب اتشاف والناس تعرفني واعمل حاجه مفيده للناس ويحبوني اكتر وكده. بس الراديو حاجه والتي في حاجه، يعني حبيت التي في بس ما كانش لسه برنامج قوي، يعني كانوا 30 حلقه في رمضان ما عملناش حاجه كبيره. يعني اللي انا نفسي اعمله مش هو ده، بس انا طلعت في ده انه كان وقت ضيق وحاجات حسابات تانيه وحاجات كده فطلعت. بس لا، الراديو عالم تاني خالص. كان شايف انت عايز تستمر على طول؟ طبعا فور ايفر، عمري ما اسيبه، حتى لو طلعت في التلفزيون وعملت نفسي فيه الراديو هو الراديو. بس زي ما بيبقى المذيعين مثلا او الراديو حاطين في بالهم على طول ان هم يوصلوا لمرحله التلفزيون ويستمروا فيها على طول؟ لا، عمري ما فكرت كده، بحبهم، يعني بحب تقعد تكلم الناس وهم مش شايفينك، بس خلاص هم عارفوا شكلي فهم مش شايفينك، عملت لعب الناس في الطريق، بتسليهم، تلعب معاهم، تضحك معاهم. الراديو بيتسمع اكتر من التي في بيتشاف، فلا تبقى غلطه طبعا يعمل كده يسيب الراديو ده. انت شايف ان الراديو مهم جدا؟ طبعا. وقرر انك دايما تستمر طول عمري، عشان الراديو عمره ما هيقول لك لا. يعني التي في برضه بتوصل لمرحله عمريه معينه، بيحصل مثلا حاجات ups and downs في حياتك، فبتضطر انك التي في مش هيبقى فاتح لك دراعاته قوي. الراديو عمره ما هيسيبك، عمره ما هيرفضك مهما عملت. كويس جدا. تمام. كلمني بقى عن دور الاعلامي طارق مسعود في حياتك، في دور مهم جدا في حياتك. هو ذا جاد فادر، زي الاب الروحي كده، هو اول واحد صدقني، يعني صدق ان انا اعمل حاجه، وهو اللي اداني فرصه، وهو اللي طلعني، وهو اللي لغايه النهارده هو اللي بيديني كومنت، لان هو اكتر واحد بسمع كلامه فسلبي او ايجابي. من الاغلبيه بتبقى سلبي عشان يحمسك، يعني هو طارق عارف طريقتي، انا ما بجيش غير كده. يلا انت بتعمل حاجات وحشه، انت مش عارف ايه، انا باجي كده، يعني باجي لما يديني نيجاتيف كومنتس اشتغل اكتر. فهو اكتر واحد عارف سالي وعارف طريقتها، واكتر واحد بعرف اتعامل معاه، فعشان كده حتى سبت، يعني كنت رايح هناك عشانه، سبت وجيت عشانه. لا مستشارين في اي حاجه؟ في اي حاجه، كل حاجه، حتى حياتي الشخصيه طارق الصوتي، انا ذا جاد فادر، اب الروحي. كنت عايز بقى اسالك بخصوص، يعني اضافه للانتاج بقى 90 كتير، 90 خلوني اعمل برنامج لوحدي، انا كنت خايفه من الخطوه، اطلع لوحدي واتكلم في قضايا المراه اللي انا بتكلم فيها، واقعد انكش الناس واتكلم رجاله وستات، وكفايه ان هم عملوا حاجه اسمها يا عبد السلام، يعني عمرو عبد السلام وعمل تريد مارك. لا، 90 كانت نقطه تحول طبعا، يعني انا كنت بعمله 4 سنين، انا عملته ده في سنه ونص ولا سنه وثمان شهور على راسي. عملت حاجه ثانيه والناس سمعت اكتر وتعرفت اكتر، الناس مش فاكره القديم، الناس فاكره الجديد. فده اللي عملت سنتين، عملت كتير سنتين. طبعا احسن من كده في حياتك سنتين. تماما تماما، واحده ثانيه.